شوف ساعة وصول ملهي قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدر 12 دقيقة 22 وفاء تماما. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والذي وصل في المركز الثاني، فلج على المركز الثاني ايضا ما قصر، قدم عرض ما فيه الكفايه 12 دقيقة 23 ثانية بالوفاء تمام. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري والذي وصل في المركز الثالث. الذيب على المركز الثالث، نشوف الذيب ساعة وصوله إلى خط النهاية، قاطع مسافة 8 كيلو متر في زمن وغدر 12 دقيقة 33 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا الغياد الهلالي، شوط السيف ينطلق وهنا نايف بن سعود البلوي صوت الخليج ينطلق مع هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة، أحييكم في هذا المساء، في هذا الختام، في هذا المعترك، في هذا النهائي، في هذا اليوم المرتقب، في يوم السيف الذهبي وسيف الإمارات، السيف المرتقب، السيف الملتهب، السيف المنتظر، بدانة الدنيا دبي، الترشيحات للأسماء الكبيرة الرنانة وجماهير المؤسسات اللي على أعصابها مسافة 8 كيلومترات، هي اللي بتحكم، هي اللي بتفصل ما بين الأساطير، ما بين العمالقة. بدأ التكتيك، بدأ التخطيط عبر الهواء مباشرة، عبر قناة دبي ريسنج وعبر قناة ياس وقناة الكاس. العيون في الوطن العربي تتابع هذه الملحمة، هذه المعركة، هذا السيف الذهبي. أبدأ مع المقدمة، أبدأ مع الصراع، أبدأ مع صبر. ألا يا مطول صبري، يا صبر، صبر مع المركز الأول. تتقدم بشعارها الكبير، القادم من الشحانية، القادم من الدوحة، القادم من دولة قطر. الأشقاء الأعزاء يقدمون لنا صبر على المركز الأول، يقدم لنا صبر في عملية التضمير. الشبل لذلك الذهبي جابر بن سالم بن فران المري مع المركز الأول. المركز الثاني من القادمة بذكرياتها، بإنجازها، بسيفها في العام الماضي، مع عجائب، عجائب القادمة لهجن العاصفة. يقدم لنا عجائب ولي عهد دبي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فزاع، يقدم لنا احدى عجائبه في هذا اليوم مع عجائب المضمر غياث الهلالي في عملية التضمير. المركز الثالث، المركز الثالث، مرحبا يا الحمر، مرحبا يا الحمر، من احضر فقد انذر، اما من انذر فقد احذر. يا بلاغ، بلاغ هي القادمة، بلاغ هي الواصلة، بلاغ هي المنطلقة، بلاغ القادمة بشعار هجن الرئاسة يقدمها الظافر علي بن جميل الوهيبي مع الرئاسة، مع الحمر، مع الخطر القادم، مع بلاغ، وبلاغ للجميع، بلاغ للجميع. الرئاسة قادمة من أجل سيف الإمارات. المركز الرابع، القدوم والوصول والانضمام من ضجة، ضجة القادمة
قادمة لهجن الشحرية قادمة بدورها. مع ذلك الحوت، مع ذلك الحوت محمد بن خالد العطية يقدم لنا ضجة اللي سبب الضجة، الضجيج الضجيج داخل ميدان المرموم، المركز الخامس القدوم والوصول من هملولة لهجن الرئاسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير، اول خمس مراكز نحو السيف، نحو السيف، وما بعد الخمس، ما بعد الخمس، والله اسماء ترعب، اسماء ترعب في رصيدها العديد من السيوف، العديد من الرموز المرصعة بالذهب. اليوم يوم ذهب، يوم تاريخي، بالثالث من مارس، بالثالث من مارس، من يكون السعيد بين هؤلاء المشاركين؟ العودة إلى مقدمة الشوط، جماهير العنابي، محبي العنابي، جماهير الشحانية، مع صبر، مع صبر، 8 كيلومترات يبيلها صبر، يبيلها صبر، يبيلها نفس طويل، نفس طويل، من أجل انتزاع سيف الإمارات، سيف الإمارات في موسمه، في ختامه المرموم. صبر لهجن الشحانية، يقدم لنا صبر مع الشحانية وهجنها. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، الشبل على طريق والده، يعرف طريق السيوف، يعرف طريق الرموز، يعرف الذهب جيدا. بلاغ 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 القادمة من العاصمة أبوظبي، بلاغ الواصلة لهجن الرئاسة، يقدمها ظافر المضمرين. يا علي يا بن جميل، يا علي يا بن جميل، يوم الذهب يا ابو الجمايل، يا ابو الجمايل، يوم السيف المنتظر، يوم السيف المرتقب. القادمة مع المركز الثالث، من الواصلة؟ هملولة لهجن الرئاسة. ايضا الظافر علي بن جميل الوهيبي، وين وصلنا يا اخواني؟ يا اخواني وين؟ 3 كيلومترات تفصل عن السيف، تفصل عن السيف. يهل السيوف، يهل السيوف، علي بن جميل الوهيبي يحرك هملولة، بينما ضجة القادمة بضجيجها بإزعاجها لهجن الشحانية خطيرة، ضجة للغاية. محمد بن خالد العطية، من يتابع ضجة؟ من يراقب ضجة؟ الحوت، 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 بينما المركز الرابع القادمة بلاغ لهجن الرئاسة يقدمها علي بن جميل الوهيبي. المركز الخامس عجايب، عجايب من عجايب المرموم، من عجايب العاصفة، عجايب. مع المركز الخامس لهجن العاصفة يقدمها المضمر غياث الهلالي في عملية التضمير. والله الأسماء، الأسماء بدأت ترعب، الأسماء بدأت ترعب. القادمة أيضا مع هجن الشحانية يقدموا لنا كلثم، القادمة مع سالم بن فاران المري، وكذلك هنالك سمحة لهجن العاصفة يقدمها المضمر غياث الهلالي. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى سيف الإمارات، إلى سيف الإمارات. من المتصدر؟ من المتصدر؟ ما زال الصبر، ما زال الصبر، ما فيني صبر يا اخوان، ما فيني صبر يا اخوان. الاعصاب والله تلفت، الاعصاب والله تلفت قبل ان يبدا هذا الشوط، قبل ان يبدا هذا الشوط. يا جابر، يا بن فاران، يا علي، يا بن جميل، سيف الامارات اين يمسي؟ اين يمسي؟ الى الشحانيه، الى ابو ظبي، الى ابو ظبي، الى ابو ظبي. غير علي بن جميل، غير علي بن جميل، هملوله، هملولة. وأيضا تحركت صبر، تحركت صبر، وهملولة الرئاسة، هملولة الرئاسة يوم الهمام.
الغالي يا ابو الجمايل يا ابو الجمايل يا علي يا ابو الجميل يا علي يا ابو الجميل جملني هاليوم جملني هاليوم يا ما جملتنا يا ما جملتنا يا ما جملتنا يا علي يا ابو الجميل والله لك حبة على الخشم والله لك حبة على الخشم يا علي يا ابو الجميل يا الوهيبي يا الوهيبي يا فخر الوهيبة يا عضيد اخوانه روح للرياسة روح للرياسة روح لهجنها روح لإنجازها روح لتاريخها أحمر خطر أحمر خطر أحمر خطر أحمر خطر أحمر خطر رياسي 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 الكيلو الأخير الكيلو الخطير يا جماهير الإمارات يا جماهير الإمارات عكوا سفركم عكوها عكوا سفركم عكوها روحوا روحوا إن لم يكن العنابي إن لم يكن العنابي رأي آخر مع كلثم مع كلثم هنا يتقدم الذهبي سالم بن فران سالم بن فران قادم بقوة الشحانية مع المركز الثاني قادم بشعار العنابي قادم بشعار العنابي السيف يا اخوان السيف يا اخوان يحتار ما بين الرياسة ما بين الشحانية ما بين الرياسة ما بين الشحانية الرياسة وهجنها السيف 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 اين الهايلة اين الهايلة السيف حمر السيف حمر السيف خطر السيف رياسي السيف نهياني السيف ياسي إن لم يكن الشحانية إن لم يكن الشحانية أحمر خطر أحمر خطر أحمر خطر يا سيدي سلطان شاهد وانت مرتاح الضمير السيف سيفك دايم بشوط التحدي والوعد انت الجناب السمح والكف الندي وانت الكبير فليشهد التاريخ ما مثلك بهالدنيا أحد ما مثلك بهالدنيا أحد يا أغلى بلد يا أغلى بلد يا أغلى بلد هذا الحمر لا من حضر مصيبة لا من حضر مصيبة يدهل ألول الباب والأعيان ويذبح الثياب أحمر خطر أحمر خطر أحمر خطر أحمر خطر هجموا الرياسة السيوف خلوها لعيال دايد خلوها لعيال دايد فليقف هذا السيف فليقف هذا السيف على قدمي لمصابحة الرياسة الإيد اللي ما تقواها صافحة الإيد اللي ما تقواها صافحة فليقف العالم لمصافحة رجال زايد وعيال زايد يا علي يا ابو الجميل يا علي يا ابو الجميل علي الطلاق انك جملتني 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 الله يجملك الله يجملك يا ظافر رحمة الله على الشاطر رحمة الله على الشاطر يا علي خذيت اللقاية وخذيت السيف باسم الرياسة باسم رجال زايد باسم رئيس الدولة وابو خالد الله يحفظه كل فعل طيب طوله طول كل فعل ينوله وهذا سلطان هذا سلطان الأفعال سلطان الأفعال سلطان الأبطال سلطان بن حمدان سلطان بن حمدان دون يا تاريخ دون يا تاريخ مروض السيوف مروض السيوف سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة وثلاث ثواني وجزئين من الثانية هكذا أبطال الرياسة هكذا هجن الإمارات هجن زايد علم الغنيمة والفخر من الفيبة وخبر الحياة والطيبين يبان عيال زايد وتبهن ماريبة لصكت الحلقة على الأبطال كلنا خليفة والفخر يزهيبة سلام عز الدار بو سلطان 12 دقيقة 4 ثواني وست أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لكلثم شكرا للشحانية وهجنة مشكور يا أبو الفران يا البري المركز الثالث المركز الثالث هجن الرياسة مع مصفية الظافر علي بن جميل الوهيبي مشكور يا ابو الجمايل ورابعا الرياسة يا سلطان
الآن يا عملاق يا عملاق يا عضيد أخوك يا فقرنا في هذا اليوم مع الظافر مع المركز الخامس. هكذا الرئاسة بحضور سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان استمح في وقت الرخاء وصل في الوقت الشديد ووقت التحدي يا سمو الشيخ راسك معندة كل يوم مجدك من مزيد اليوم مزيد اليوم مزيد اتعبت عشاقك وانت